ابدا من ابدا بعراق بعراق ابدا بعراق عشان اخد ايه اخبار الاهلي كده قبل كاس العالم للانديه وتضارب المواعيد ده برضو مسؤولين في النادي الاهلي بيفكروا ازاي لو منتخبنا كمل ووصل النهائي الوضع سوي. هيكون ايه بالنسبه للنادي الاهلي؟ طبعا الاهلي دلوقتي ازمه كبيره جدا. الاهلي مفيش لعيبه يعني هبالي يعني حتى مفيش لعيبه يعني اقصد قبل كاس العالم في لعيبه دوليه مع المنتخب في لعيبه مصابه لعيبه لسه راجعه من كورونا لعيبه مصابه اصابات عضليه طبعا زي محمد محمود وحسام حسن فبالتالي الاهلي وبدر بنون بدر بنون راجع من كورونا صلاح محسن وعنده لا طبعا لعيبه كتير ايه بدر بنون قصه ده قال لك مشاكل في القلب بدر بنون يا كابتن كريم في لعيبه كتير من بعد قصه كورونا بيرجع عندهم ازمه في القلب او زي ما بيقولوا مضاعفات على القلب تمام الاتحاد الدولي بقى قال لك ايه قال لك مش الانديه مش هي اللي تحسم الموضوع ده احنا اللي بنحسم الموضوع ده اي لعيب فحوصات يكون يعمل ليه بقى فحوصات ثابته في الفيفا لازم تاخد عليه عشان ترجع فالنهارده الاهلي مثلا يجي يقول ايه قدام بدر بنون شهر ما فيش الكلام ده بدر بنون كده كده خلاص خارج كاس العالم للانديه ما فيهاش كلام انت بقى يرجع بدر بنون لما الفيفا يقول لك حالته تسمح هيقعد يعمل اختبارات وهيعمل فحوصات طبعا ليه عشان طبعا امن اللعيبه وعشان لا قدر الله طبعا ما يحصلش اي مشكله تمام. ايه بقى المشكله في الاهلي ان الاهلي عنده مشكله كبيره في غياب عدد كبير جدا من اللعيبه طب الحلول صلاح محسن ايه صلاح محسن عمل عمليه جراحيه صلاح محسن لا صلاح محسن لسه شهر ونص خلاص اللعيبه دي مطوله كتير طيب الحلول ايه في الاهلي الاهلي مشكلته الاساسيه فين في خط الدفاع بدر بنون غايب وطبعا ايمن اشرف مع المنتخب محمود متولي اصابات طبعا على طول فبالتالي انت عندك مشكله الاهلي بيفكر في مين الاهلي بيفكر في اول لعيب عنده محمد عبد المنعم يرجع محمد عبد المنعم من فيوتشر ده دلوقتي عشان يلعب معاك يعني تأيد فريق الغد الشتويه قطع اعاره محمد عبد المنعم دلوقتي عشان يرجع طبعا محمد عبد المنعم معار لفيوتشر لاخر السنه الاهلي عايز يقطع اعارته دلوقتي عشان ياخده يلعب كاس العالم للانديه ايه اللي حصل الاهلي ولازم قبل 31 يناير عشان يتحط في القائمه المحليه وبعدين يتحط الاهلي بعت لفيوتشر مش عرض اللي هو مخاطبات رسميه وفيوتشر رفض تماما احنا محتاجينه ده مش اتفقنا احنا محتاجينه طبعا ما فيش حاجه في العقد تلزم الاهلي ان هو يستعيد محمد عبد المنعم الخيار الثاني على طول عايز اقول حاجه اقطعك بقى محمد عبد المنعم بنسبه كبيره هيرجع لا دلوقتي ماشي ماشي على دلوقتي في الفتره دي محمد عبد المنعم نفسه هو اللي عايز محمد عبد المنعم عايز والعلاقه ما بين فيوتشر والاهلي تسمح بكده الاهلي بعت العرض الاخير بانه يعير اثنين لعيبه مقابل عوده ثلاثه كمان والقصه بدات تدخل في حيز الجد عشان مستقبلا فيوتشر مش عايز لو تسع لعيبه فيوتشر مش هيرجع محمد عبد المنعم انسى مفيش الكلام ده خالص انا بقول لك والاهلي ابتدى ياخد اجراء جديد الدنيا اقول لك اجراء جديد ان خلاص محمد عبد المنعم محمد عبد المنعم اتقفلت خلاص مفيش الكلام ده خالص فيوتشر رفض رسمي بعد العوده طبعا لكابتن علي ماهر المدير الفني وطبعا اداره النادي خلي بالك زي ما بيقول درويش برضه محمد عبد المنعم عايز يلعب كاس عالم لا ويرجع الاهلي هو عنده رغبه بس النادي فيوتشر رافض يا كابتن العقد فيوتشر رافض مش اسمها كده انا واخد لعيب طب قول لي البديل بقى مين احمد لعيب برضه اهلاوي لان الاهلي شايف ان مفيش خيارات كتير ان هو يقدر يدعم دفاعه برضه لعيب اهلاوي وهو احمد رمضان بيكهام لعيب الاهلي اللي كان معار لسموحه هو معار لسموحه دلوقتي اللي انضم لمنتخبنا ان برضه في ضغوطات كبيره جدا ان الاهلي يقطع اعارته لان هو يقدر يفيد له في اكتر من مكان واحمد رمضان بيكهام بيقدم خصوصا ان كمان اكرم توفيق اتعور رمضان بيكهام يقدر يلعب باك رايت بقى يلعب باك رايت ويلعب مساك دلوقتي الضغوط كبيره جدا اللي ممكن فيها احتمال ورغم كده برضه انا بقول لك لحد دلوقتي سموحه رافض تماما ده اول جزئيه جزء الدفاع الاهلي برضه عنده مشكله كبيره برضه لسه في خط الوسط وفي الهجوم هيحلها ازاي ابتدى الكلام بقى مع منتخب مصر مين اللعيبه في منتخب مصر اللي ما بتشاركش من الاهلي اثنين لعيبه محمد شريف وحمدي فتحي ايوه الاهلي خاطب المنتخب بشكل ودي طبعا بشكل ودي يرجحهم ان هو لو حتى منتخبنا ان شاء الله صعد لسيمي فاينل لو كيروش طبعا كيروش هو صاحب القرار وهو القول الفصل كيروش كيروش لو قال انا عايزهم بنسبه 1% خلاص وكابتن خطيب واداره الاهلي كان كلامهم صريح زي ما قلنا من كام يوم صح. ان مصلحه المنتخب هي الاهم اهم من اي حاجه حتى لو الاهلي بيشارك في كاس العالم للانديه الاهلي طلب بشكل صريح عوده اثنين لعيبه بالتحديد اللي هم ما بيشاركوش حمدي فتحي ومحمد شريف هل ده ممكن يحصل طبعا لا انا بقول لك صعب جدا كمل في البطوله صعب يعني صعب جدا لسبب كمان ان حمدي فتحي النهارده هو اللعيب رقم اثنين بعد السوليه والنني بعد السوليه والنني ادي واحد محمد شريف كان ليه دور ظهر رغم ان هو ما بيشاركش طبعا في اوقات كبيره ولكن بيشارك يعني هو مش من اللعيبه المستبعده نهائي زي مروان داوود مثلا فبالتالي انا بقول لك هو امره مستبعد ولكن انا بقول لك تفكير الاهلي تفكيره ان هو النهارده يروح يرجع حمدي فتحي ومحمد شريف فبالتالي يبقى حل جزء كبير جدا في خط الهجوم واحمد رمضان بيكهام هو الخيار الدفاعي بعد فشل مفاوضات محمد عبد المنعم ده على مستوى تحركات اللعيبه هل الاهلي ممكن يبرم صفقات من انديه ثانيه لحد دلوقتي لا صعب جدا مفيش اي كلام على ابرام صفقات في الانتقالات الشتويه غير اللي انت قلت عليه غير اللعيبه اللي احنا بنتكلم فيهم دول اللي هو ممكن يستعين بيهم طبعا في كاس العالم للانديه لان الموقف طبعا صعب الاهلي عنده غيابات كتيره عنده مباراه قويه طبعا قدام مونتيري وهو فريق طبعا كبير بقياده طبعا مصري جيري